أخت نجات. صباح الخير وسعد إن شاء الله. الله يبارك فيك. سعيد. آمين آمين. عليكم يدخل إن شاء الله كل ما تمنيتوا. آمين يا رب العالمين. آمين. شكرا شكرا لك أخت نجات ومرحبا بك معنا من مدينة وجدة. شكرا بارك الله فيك. بغيت نقدم لكم اليوم طبق غراتان بالكفته. والقرعه. نعم حنا طبعا كان عندنا طلب ديال الاخت كريمه على الكفته، كيفاش طرق تحضيرها والوصفات اللي ممكن نصوب بها، فهذه وصفه غادي تجي متنوعه ومتكامله. تفضلي بسم الله. حنا معك في الانسات. نحتاجوا للقرعه تقريبا واحد الكيلو. كيلو ديال القرعه خضراء. القرعه خضراء ديك الصغيره حنا كنقول لها قرعه فرنسيس. فرنسيس صغيره طويله. كناخذوها كنقسموها على اثنين بالطول. نقسموها بالطول نحطوها في كسكاس تبخر. ونكون وضعنا في الماء شويه، في الماء اللي تبخر فيه شويه لي زير بروفينس، الاعشاب المنسمه اللي كيكون فيها الزعتر. وديروا تخليها يعني تبخر. من بعد تزولها، تزولها تقللها القلب ديالها. داك لو فيت بوم ولا غير بمعلقه. وتاخذ نص من هذاك البابا، هذيك البابا نتاع الكوسه نتاع القرعه. اذا هاد القرعه ما خصهاش طيب بزاف باش السيده ملي تجي تخوي القلب ديالها تبقى شاده لها. وتاخذ واحد البصله كبيره تشلطها مليح. ديرها في مقله مع شويه تحر. ومن بعد زيدي لها هذيك البابا نتاع ماشي كامله، غير نص تاع الكوسه نتاع القرعه. وتخليها تشحر معها. ومن بعد يعني ديك القلب ديال القرعه اللي غتخويها لاله ما تلوحيهش، هو اللي غتزيدي على هاد القرعه تشحريه ديال البصله. نعم. تشحريه بها. باش تكفى، باش تزكى الكفته. باش توفق. نعم. وتكوني من بعد قبل تكوني فزكتي شويه البابا نتاع الخبز. فزكتي بشويه الحليب. نعم. تعصريه وتزيديه الكفته. الكفته شحال ما عندك، يا 250 غرام يا 200 غرام يا داكشي اللي موجود باش تزكى بها الكفته. واخا. وتجي رطبه في نفس الوقت، تجي رطبه ما تجيش قاسحه. اذا البطعه او البابا تكون السيده فزكاتها شويه قبل في الحليب وكتعصريها. نعم. من ديك الحليب وتزيديها لهذا الخليط. نعم. وتقومي الكفته، تقومي الكفته انا كنقومها بالزهر ملحه شويه كمون التوابل الاربعه. كنقومها والفلفله الحمراء والثوم. نعم. وشويه المعدنوس والقزبر وكيتشحر ديك البابا والبصله. زيدي ديك الكفته وبقي تفرتيها، تحاولي تفرتيها بفرشيطه باش ما تبقاش كتله وحده. نعم. تفرتت حتى طيب. كي تشوفيها طابت تزيدي واحد البيضه، طفي عليها وزيدي واحد البيضه وتخلطي. تخلطي وتخليها يعني تبقى البيضه بحال اللي هي جاريه، تبقى جاريه يعني غير طفي وتديري ديك البيضه وتخلطي وتخليه. وتاخذي تخدمي لاصوص طوماط بوحدها. نعم. كل شيء عارف كيفاش يصايب لاصوص طوماط. بحال اللي غتصوب هاد لي بات ياك؟ واه بحال لي بات، ديري فيها الرم، ديري فيها الثومه، شويه ديال الزيت، الزيتون، وطيبيها غير نص طياب. نص طياب وطفي عليها. تاخذي واحد الطاوه تدخل الفرن، تحطي فيها لاصوص طوماط. من بعد تاخذي دوك القرعه تعمريها بهذاك الخليط نتاع الكفته. وتسدفيهم فوق ديك لاصوص طوماط. فوق لاصوص طوماط. وديري شويه الفرماج الفوق احمر الى عندك. رائعه غتجي هاد. جي رائعه جي زوينه. انا ولادي ما كياكلوش القرعه وهاد القرعه باسله، كتجي باسله ولكن إيه؟ الطريقه تجي رائعة تبارك الله عليك. وهذه على فكرة ممكن السيدات يصوبوها كذلك بالدنجال، لأن الوليدات غالبا ما كيبغيوش ياكلوا لنا بالدنجال. نعم. حتى بالدنجال كتجي بهاد لا غوسيت، كتجي حتى هي رائعة. تجي زوينة. وعطاك الله الصحة لا نجات. الله يسلمك بارك الله. تبارك الله عليك والله يخلي لك يديداتك. الله يسلمك. ودخليها الفران غير تكراتينا غير شوية. من الفوق ما تحرقي، ما تشعليش بزاف من الفوق، يعني غير شوية باش هذاك الفرماج ما يطلقش ديك المرورة. وتكراتينا غير من تحت شوية وتخرجيها ميم با 10 مينوت، ماشي بزاف. وتقدميها لكل واحد الطبق وتجي زوينه. رائعه. بالنسبه للكفته باش تزكى تقدري تحكي معها، تقدري كما قلت انا ديري لا شابليور، تقدري ديري هذا البابا نتاع الخبز. تقدري تشحريها تحكي واحد الجزاره. تحكي واحد الجزاره ولا جوج ولا كوسه ولا القرعه. إيه. تحكيهم رقاق وتزيديهم تضيفيهم مع هذا الشحر.
كيسدوب معها ما تفلي باس تفلي باس اللي بغيتي ديري الكفته مع الكفته مع عفوا مع الكفته تجي زوينه تجي كافيه وتجي يعني تعطي زوينه تعطي واحد الحجم يعني واخا قليلات تجي زوينه. وهاد هاد لاصوص ديال الكفته بمطيشه ديال لي بات بخيزو كتجي رائعه لانه كيجي اييه كيجي واحد المذاق ما بين الحلاوه ديال الخيزو وما بين الحروريه شويه ديال ديك لاصوص بمطيشه اللي كيكون فيها الابزار. وإلا بغات السيده تزيد تنسمها تزيد معها حتى واحد الوريقه سيدنا موسى كتزيد ترفع من هذاك المذاق. ورق سيدنا موسى هي اللي كتزين لاصوص الطوماط. ايوا تبارك الله عليك على نجاة. الله يخليك واحد السؤال الدكتور عماد معلوم معلوم. غير